ارفع الحصار عن مخيم اليرموك، بكفيكم ظلم، حرام عليكم. باسم كشافة المرشدات جمعية الكشافة الفلسطينية نشد على أيدي إخواننا أطفالنا بناتنا نسائنا الموجودين في مخيم اليرموك ونقول لهم صبرا صبرا صبرا، وبإذن الله سيزول عنكم كل الصعوبات ونلتقي معا في وقت جميل وفي أوقات مريحة لكم، ونقول دائما نطلب الله عز وجل أن يعينكم على ما أنتم فيه. ارفع الحصار عن مخيم اليرموك، بكفيكم ظلم، حرام عليكم.